مستمعين راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول تحركات المبعوث الأمريكي للسودان توم بريلو، وأولها التغريدة التي أطلقها وقال فيها أن 90% من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بورت السودان تتم إعاقتها من الوصول لمستحقيها، وقال أن مفوضية العون الإنساني بجانب السلطات هي التي تعيق وصول هذه المساعدات الإنسانية. هذا بجانب زيارته إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية التي أعلن عنها وبداها بكينيا. نستمع لحديث الأستاذ محمد الشابك الخبير في المجال الإنساني ليحدثنا حول تغريدة توم بريلو التي قال فيها أن مفوضية العون الإنساني تعيق وصول 90% من المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. فنستمع لمحمد الشابك الخبير في المجال الإنساني. في اعتقادي أن التغريدة الذي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو حول الوضع السوداني أو حول الوضع الإنساني في السودان، وحديثه عن أنه 10% فقط من المواد يسمح لها بالخروج من بور السودان والوصول إلى مستحقيها، 10% من المواد الغذائية والمواد الطبية، وأن مفوضية العون الإنساني ذكرها بالاسم تمنع 90% من المواد الإغاثية يتم إعاقتها وتأخيرها بجانب السلطات في بور السودان، إعاقتها من الوصول لمستحقيها. وذكر الفاشير وكادوغلي والخرطوم ونيالا. فاعتقادي أن التغريدة تأتي بسببين، أو بالدافع وراء التغريدة هو سببين. السبب الأول هو ازدياد الضغوط الإنسانية أو انهيار الوضع الإنساني في السودان، وازدياد الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف أو للاستجابة. طبعا في الفترة الأخيرة في الأسبوعين الماضيين يمكن الأحداث في شرق الجزيرة وتصعيد العنف في الفاشر أدى إلى حدوث موجات جديدة من النزوح، وطبعا هذا الأمر يعني يخلق حالة إنسانية، لأنه النزوح ماشي في ازدياد، يخلق حالة إنسانية متدهورة ومطالبات عديدة بالاستجابة، ويضع المجتمع الدولي والفاعلين السودانيين في موضع الإغاثة في تحت الضغوط وتحت سهام الانتقاد. فالمبعوث الأمريكي يعزي أو يحاول تبرير أنه واحدة من الأسباب هو إعاقة الوصول بواسطة السلطات في السودان. السبب الثاني أعتقد أن المبعوث الأمريكي أيضا يستبق انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لاستمرار المواد الإغاثية أو لاستمرار فتح معبر أدري وانسياب المواد الإغاثية. طبعا كان أثناء مفاوضات جنيف وبالتحديد يوم 15 أغسطس الماضي أعلن الفريق برهان قائد قوات المسلحة السودانية أن الحكومة قد وافقت على فتح معبر أدري لدخول المساعدات الإنسانية لمدة 3 أشهر. هذه 3 أشهر تنتهي الآن في منتصف نوفمبر، مما يعني أنه يعني هناك وقت أو مدة أسبوعين فقط. الحكومة أيضا عبر عدة متحدثين ألمحت إلى أو هددت أو توعدت أنها لن تجدد المدة المسموح بها، وتوسط يعني وزير المالية قبل أسبوع أو أقل كان قد أعلن بأنه لا يؤيد أو يوصي بعدم تجديد فتح معبر أدري، لأن يجب وجود طاقم إلا بشروط أو شرطين أساسيين. كان قد ذكر أنه
يوجد وضع أجهزة للتعرف على المواد العابرة، ويجب وجود طواقم من الشرطة والجمارك وهيئات المواصفات والمقاييس. أيضا قبل يومين فقط أعلن المندوب السودان أو صرح مندوب السودان في الأمم المتحدة أن معبر أدري يهدد الأمن القومي السوداني، وذكر أن المعبر يتم استخدامه بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات، وقد أدى يعني فتح معبر أدري أدى بصورة مباشرة إلى ازدياد العنف في الفاشل. فالتلميحات من الحكومة السودانية أو التصريحات مقلقة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالذات للمجتمع الدولي الفاعل في مسألة وصول المعونات الإنسانية. فهي تسابق بالتصريحات، ولكن قد توفر هذه فرصة أو سانحة لاتفاق مشترك. إذا كانت الحكومة السودانية ترغب في أنه يتم فعلا وجود فريق لديها على الحدود التشادية وأجهزة للفحص، فذلك يتطلب اتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية وبين الجيش والدعم السريع، بحكم أن يعني الدعم السريع هو الذي يسيطر على الأرض. وقد تكون دي زي ما قلت فرصة لأنه يتم اتفاق حول وتبدأ اتفاق بين الطرفين المشاكسين أو المتحاربين في موضوع الشؤون الإنسانية. والسودان فيه سابقة قبل نفاشا كان هناك الجي ام سي، ما عرف بالجي ام سي، جوينت مونيتورينج كوميشن، وكان الاتفاق فقط بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية لتمرير المساعدات الإنسانية في مناطق جبال النوبة. فأعتقد إذا قد تكون هذه فرصة سانحة لجلوس الطرفين وبدء التفاوض في الشأن الإنساني الذي قد يقود في النهاية إلى تفاوضات أكبر، لأنه الآن عندنا معبر أدري، يمكن أكثر معبر حوله كثير من الضغط، ولكن أيضا معبر أدري معبر الدبة، تمر المساعدات من معبر الدبة، ولكن عند وصولها مناطق شمال دارفور ومليت يتم إيقافها. فقد تكون هذه أيضا فرصة سانحة لأرضية مشتركة لبدء مفاوضات حقيقية في مسألة الوضع الإنساني في السودان. مستمعينا الكرام، وحول الزيارة التي بدأها المبعوث الأمريكي توم بيريلو إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، تحدث إلينا السفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، فلنستمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الأنباء أن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيريلو يعتزم بدء جولة تشمل كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، يبحث فيها الأوضاع بالسودان. في رأيي أن هذه يعني الجولة بدأت أو يود لها القائم بها المبعوث أن تكون في حساباته كانت خاطئة، لأنه هذا في وقت تشتد فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في منطقة النيل الأزرق والجزيرة، ويبدو أن كل طرف يحاول تحقيق مكاسب عسكرية في الميدان وهكذا. كما أن المبعوث صمت عن المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة، في تنبول وفي قرى وحلال الجزيرة، في أوساط المدنيين، لم يذكر في عنها أي شيء. لذلك لا أعتقد أن حكومة السودان سترحب به أو ستكون مستعدة لمقابلته. ربما لديه ظروفه، إذ أن الولايات المتحدة مشغولة هذه الأيام بالانتخابات التي ستبدأ بعد نحو أسبوع. ربما هذه قضايا السودان لا تشكل أولوية في الوقت الراهن، هذا جانب. أما الجانب الثاني فهو ربما كان يعول على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بشأن السودان، بالذات بخصوص نشر قوات دولية أو نشر قوات لحماية المدنيين، وهو الشيء الذي لم يفلح فيه مجلس الأمن، لأن الدول الأعضاء لم تتفق حول هذا الأمر. لا أعتقد أن جولته هذه
يعني قد تكون ستكون ذات نتائج ملموسة، لأنه حتى لو ركز على جانب السوداني، جانب الإنساني سوري، أما الجانب الإنساني يعني حكومة السودان قد وافقت على فتح معبر أدري بالرغم مما ذكرته في هواجسها من تأثيره على الأمن، وأن تستخدم المساعدات الإنسانية وتدس حولها في تزويد قوات الدعم السريع بمساعدات عسكرية تطيل من أمد النزاع، وعلى ذلك وافقت على مضض. هذه من ناحية. أما الناحية الثانية فكدليل أو تحاول الحكومة السودانية إثبات حسن نيتها، فوقعت اتفاقا مع حكومة جنوب السودان وبدأ فعلا تنفيذه بمساعدات من الجنوب عن طريق كادوغلي، مطار كادوغلي. جاءت يعني رحلة وستعقبها رحلات برضو، كل هذا مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى ما تزودها به أحادية كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت عن طريق مساعدات إنسانية عن طريق الطائرات، فما تزال الطائرات هناك تهبط في مطار بورسودان وحملت أطنان من الإغاثات. لاحظت برضو أن الجولة ستشمل مصر، ومصر كما هو معروف يعني أكدت تساند الجانب السوداني، الحكومة السودانية، وقد أصدرت بيانا أدانت فيه المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة بحق المدنيين، وهو ما لم تفعله دول أخرى. في الواقع أن الوضع السوداني أو وضع الأزمة السودانية معقد جدا جدا، ولا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ أو بما أو التحدث حتى عن حكاية الحوار أو الحل السياسي وكذا. يعني ما في حل سياسي ممكن يتحقق في ظل هذه الظروف، ما لم يتم التوقف ما لم يتم وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يمكن الحديث عن حل سياسي. ويبدو أن الجانبين يعني أصل هذا في آخر اهتماماتهم، يعني كلهم زي ما سواء كان الجيش أو الدعم السريع يحاولان تحقيق مكاسب عسكرية، يظنان أن بمقدورهما أن يحدث ذلك. على كل المبعوث هو ربما يمر عليه بيمر على الثلاثة أو أربعة دول في هذه الجولة جس لطرح أفكار، ولكن لا أعتقد أنه سيحصل على ردود شافية، أو حتى الدول ذات البعدورة دي ما أعتقد أنه لديها القدرة على مساعدته في تحقيق أفكاره إلا في الناحية الإنسانية بس. يعني ربما هناك ناس كينيا وناس يوغندا تمثل الداعم إقليمي لقوات الدعم السريع، أما مصر والسعودية فهما في الحياد، ولكنهما يميلان إلى حكومة السودان، وعلى الأقل يتفهمان وجهة نظر الحكومة السودانية، ومن حساباتهما أيضا لا يتضرر الوضع في السودان، إلى أن يصلوا إلى مرحلة التفاوض أو الحل السلمي ولا كده. لكن في الوقت الراهن لا أعتقد أن هنالك شيء سيظهر أو سيلوح في الأفق، لأن الجانبين يركزان الآن حاليا على العمليات العسكرية. شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الأستاذ محمد الشابك والسفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.